للبول الزملاء والزميلات للبول اليوم الدعوه من اجل التضامن معي في هذه الوقفه الاحتجاجيه الاداريه واللي جات من بعد انضمامي للمكتب النقابي لجريده المساء لاول مره وحملت صفه نائب الكاتب العام، علما ان هذا المكتب يضم رئيس التحرير سكرتير التحرير ورئيس قسم رياضي. سيره حسناء زوان من بين هؤلاء الرجال، حسناء الوحيده فقط لان مدينتها رخيصه، يعني ما كتاخذش 15 18 هذا 7500 درهم، فبداوا يساومونني بصدقه حبيه مباشره، يعني سويعات قليله على الاعلان عن التاسيس عن المكتب النقابي. توصلت برساله تفيد بالغاء العلاقه الشغليه بطريقه حبيه، هذه طريقه حبيه صدقه حبيه، علما ان الدوله خصت لنا ثلاثة أشهر واستبشرنا خيرا بعد معاناة دامت لثلاثة أشهر باقتطاع وصل 50%، يعني وحدة كتشد 7500 كيخلصها 50%. أشنو هاد الصحفية كيفاش غادي تدبر أمورها؟ هي أم عندها مسؤولية، عندها كراء، عندها كسائر الاخوان كسائر المواطنين، يعني شوفوا هذه المعاناه هذه. وبعد ثلاثة اشهر من المعاناه ومن الخدمه ومن كتعرفوا بان الاشهار قال الصفحات خاويه، رئيس التحرير في اتصال دائم، الصفحات يعني الخدمه غير منتهيه في كورونا. ثم اخوه زملاء وعارفين طبيعه العمل وعارفين الاكراهات اللي واجهنا جميعا خلال هذه ازمه كورونا. فبعدما استبشرت انا شخصيا خيرا قلت الحمد لله هناك انفراج، يعني الحمد لله ضمنت على الاقل واحد ثلاث اشهر من الاجر، فاذا بي بالطرد بطرد ومقابله صدقه حبيه، خذيها وسيري بحالك. شكرا لكم جميعا على تضامنكم على حضوركم على